هل عند أهل اللغة لها معنية أو هي قسمان؟ القسم الأول تسمى بسيطة والقسم الثاني تسمى مركبة. فالبسيطة يسأل بها عن وجود الشيء أو عدمه، كما لو قلت هل الأرض موجودة، هذا استفهام بهل البسيطة. وأما هل المركبة فإنه يستفهم بها عن وجود شيء لشيء أو عدمه، كما لو قلت هل الأرض كروية، نحن أثبتنا وجود الأرض لكن نريد أن نثبت شيئا لهذا الموجود، وما هو هذا الشيء؟ كروية الأرض.